السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. عندما تشعر بأنك بحاجة إلى الحنان فاستخدم كلتا يديك وضمهما إلى بعضهما البعض، وضع اليمنى على اليسرى، فلن يمسك يديك غيرك أنت. نعم أنت يا ابنتي يا أختي، أيتها الزوجة الفاضلة، أيتها المرأة، يا أخي وصديقي وقرة عيني، يا ابني، نحن الآن في وضع صعب جدا، نشعر بالفراغ وبالألم والحسرة وبالكبت والحرمان وبالقهر. نعم بالقهر، لأننا تعرضنا لظروف صعبة جدا ونتعرض لها، سواء كانت جسدية أو مادية أو نفسية أو روحانية، نتعرض لها ولا أحد يشعر بنا. عند الشتائم والخصام وضيق الحال، الكل يدير ظهره ويهرب، وعند التئام الجروح وتحسن الحال يعودون إليك. نعم يعودون إليك ويتظاهرون بالمحبة وبالمودة. أين كنتم عندما كنت أعاني؟ أين كنتم عندما كنت أقاسي؟ لن تجدهم يا صديقي، لن تجدهم أبدا، إنهم كالأشباح يختبئون في جحورهم. عندما تقاسي وتعاني وتشعر بالألم والحزن والغصة في القلب، لن تجد أحد من هؤلاء، وتكتئب. وفي أول لحظة يشعرون بأنك أصبحت قويا وتلملم أمورك وتستطيع أن تتحدى كل شيء، لأن المثل يقول money and power talk، القوة والمال تتكلم وينحني إليها الجميع. وبهذه الحالة سيتقربون منك ويتوددون إليك عندما تكون قويا، وعند الحزن والبكاء والألم والحسرة لن تجد أحدا منهم حواليك. هذه طبيعة البشر إلا ما رحم ربي للأسف. ومن هنا تبدأ الحكاية والرواية والقصة، قصة التعويض النفسي والتعويض الروحي. وما هو التعويض النفسي والتعويض الروحي؟ التعويض الروحي هو أن تجلس في مكان هادئ لوحدك وتفكر 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 وتتفكر أيضا، ثم تسمو إلى الأعلى وترتقي وتلملم أفكارك ويظهر توأمك. بعد وقت طويل وبعد فوات الأوان وبعد ألم وحزن وحسرة، للأسف ذلك التوأم يظهر في أوقات غير مناسبة وفي ظروف صعبة بعد أن مشى بنا قطار العمر وكبرنا وهرمنا وأصبح لدينا مسؤوليات جسام، مسؤوليات كبيرة لا نستطيع أن نعود إلى الوراء ثانية واحدة، which is very critical situation، miserable situation، موقف صعب ومزري ومتعب
وتشعر بأنك بين الحياة والموت، سواء كنت مطاردا أم هاربا في توأم الشعلة، نتيجة لتلك الظروف والأحداث وتغير الزمان والأوقات وبعد المسافات والعقائد والديانات والخذلان والقهر والألم والحسرة، ستشعر بأنك لا تستطيع أن تفعل شيء، لا أنت في الجنة ولا أنت في النار، وتقف في منطقة وسطى، لا تستطيع أن تتقدم ولا تستطيع أن تعود إلى الوراء. يا إلهي إنها مأساة. وهذا الكلام ليس من باب الإحباط أو من باب تنزيل المعنويات أبدا، ولكنه يا ابنتي يا أختي أيتها الزوجة الفاضلة أيتها المرأة يا أخي وصديقي وابني وقرة عيني، كل هذا الكلام لكي تنسى الماضي. حاول، صحيح أن ذلك صعب جدا لأنه يتغلغل في الدم وفي القلب وفي الروح وفي الوجدان، صحيح أن ذلك صعب جدا أن تنسى جروح الزمان وآلام الماضي ونكبات ما جرى لك من حسرات وخيبات وطعنات وتظلم وتحرش أيضا. وفي هذه الحالة عليك بتقوى الله والرجوع إليه والاستعانة به، وقل رب إني مغلوب فانتصر، فأنا أعيش بين الجنة والنار، وهذه هي المأساة. أتمنى تكونوا فهمتوا علي وفهمت المقصد من هذا الفيديو. فلا تهتمي يا أختي يا ابنتي، ولا تهتمي يا صديقي ويا أخي، مارس حياتك بشكل طبيعي، وسر فلا كبى بك الفرس، توكل على الله وقل أنا سوف أحقق أهدافي، لأنك إن أعطيت نفسك طاقة إيجابية وأقنعت نفسك بأنك ستنتصر وستحقق أحلامك وآلامك سوف تتحقق بالفعل. إن أوهمت نفسك أيضا بأنك ستنجح، نعم ستنجح. بحب أسمع تعليقاتكم، وأي مشكلة تواجهكم اكتبوا لي في الكومنتس في التعليقات. ما تنسوا لايك سبسكرايب اند شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.